بك يا أمين، وجهك شاحب، هل أنت مريض؟ هل تمزح؟ أنت تعلم أنني لا أتحمل الاضطرابات الجوية. ولكنك قلت دائما إنك تحب الطيران. نعم هذا صحيح، إلا في حالة الاضطرابات الجوية. هل تناولت الحبة ضد الدوخة؟ لا لم أتناولها، كيف تريد أن أتناولها وأنا صائم؟ طيب يا أمين لا تغضب، ما أسوأ حظي. لا يا أمين لا، انتظر. أكره المرض. اطمئن، أنت في حاجة إلى الراحة والهدوء. نعم ولكن عندنا عمل كثير. لا بأس، سأخرج وحدي. سأخرج معك. لا يا أمين ابقى هنا، فضلا عن ذلك المطر ينزل. اسمع، رغم هذا أود أن أرافقك. كم أنت عنيد، لن ترافقني، مفهوم؟ نم قليلا لتستريح، سألتقط بعض الصور وأرجع قبل ساعة الإفطار. طيب كما تريد. اشرب يا حبيبي هذا الدواء لتخفيف الحمى. ماذا قال الطبيب يا ماما؟ قال إنك في حاجة إلى ملازمة الفراش، وعليك أن تتناول الدواء وتشرب كثيرا من الماء والعصير. هل وصف لي حقنة؟ لا لا تخف، لم يصف لك إلا حبوبا وشرابا وقطرات. الحمد لله، أنا أكره الحقن. ولكن خلال 4 أيام عليك ألا تتناول الحلويات والمثلجات. لا بأس يا ماما، أريد أن أرى صور ماليزيا. حاضر، هناك بطاقة بريدية أيضا. هل هي من عندي بابا؟ نعم خذ، هذه هي الصور. هل أقرأ البطاقة البريدية؟ نعم من فضلك. إلى أسرتي العزيزة، أتمنى أن تكونوا بخير، الكل هنا على ما يرام ما عدا الاضطرابات الجوية خلال السفر بالطائرة. رمضان كريم. عصام. استيقظ يا طارق، استيقظ. أين أنا؟ بجانب ماما، اطمئن، كان حلما مزعجا فقط. جبينك ساخن جدا، سأضع لك ميزان الحرارة. ما بك يا أمين؟ وجهك شاحب. ما بك يا أمين؟ وجهك شاحب. أنت تعلم أنني لا أتحمل الاضطرابات الجوية. أنت تعلم أنني لا أتحمل الاضطرابات الجوية. هل تناولت الحبة ضد الدوخة؟ هل تناولت الحبة ضد الدوخة؟ كيف تريد أن أتناولها وأنا صائم؟ كيف تريد أن أتناولها وأنا صائم؟ أنت في حاجة إلى الراحة والهدوء. أنت في حاجة إلى الراحة والهدوء. نم قليلا لتستريح. نم قليلا لتستريح. سألتقط بعض الصور وأرجع قبل ساعة الإفطار. سألتقط بعض الصور وأرجع قبل ساعة الإفطار. اشرب يا حبيبي هذا الدواء لتخفيف الحمى. اشرب يا حبيبي هذا الدواء لتخفيف الحمى. إنك في حاجة إلى ملازمة الفراش. إنك في حاجة إلى ملازمة الفراش. عليك أن تتناول الدواء وتشرب كثيرا من الماء والعصير. عليك أن
تتناول الدواء وتشرب كثيرا من الماء والعصير. هل وصف لي حقنة؟ هل وصف لي حقنة؟ أتمنى أن تكونوا بخير. أتمنى أن تكونوا بخير. اطمئن، كان حلما مزعجا فقط. اطمئن، كان حلما مزعجا فقط. جبينك ساخن جدا، سأضع لك ميزان الحرارة. جبينك ساخن جدا، سأضع لك ميزان الحرارة.